السلام عليكم، انا نورا الجبري. اليوم غادي نوري لكم كيفاش غادي نرسموا واحد القصبه. فالمغرب معروف بلي كصبه، دونك هذا هو الرسم ديالي. كي تلاحظوا انا صايبت ديجا الرسمه ديالي، وباش نربح شويه الوقت ديجا ترصيتها. انتما كتلاحظوا هنايا فوالا، ديجا حاولت انني نبدا ترصيتها فوالا، و ديجا لونت بعد لي بارتي باش نربح شويه الوقت. وانا بحال هاد الطريقه هادشي، فنتبعوا معايا باش نشوفوا كيفاش غادي نصايبوا هاد لا قصبه. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis madame Nora Jbari. Aujourd'hui, je vais dessiner les kasbas, une kasba. Donc le Maroc est connu pour les kasbas et beaucoup de touristes viennent pour les voir. Donc on va essayer de les colorier dans un tableau de vitrail. Donc j'ai déjà commencé par tracer et j'ai déjà coloré quelques parties comme vous voyez. Donc on va terminer ensemble ce projet et vous allez voir le résultat qui va être magnifique. À tout de suite. Voilà, ça c'est ma kasaba comme vous voyez. Donc j'ai déjà essayé de la colorier, voilà. Et on va terminer le coloriage. Va être magnifique. Ça, ce sont, bien sûr, ça il va être le ciel. Et ça, c'est la kasaba. D'accord? Et ça, ce sont des nuages que j'ai déjà tracés. Ici, on a notre dbaba. Et ici, on a le qsbet. On va essayer de continuer le tableau. On va voir comment on va couleur de la kasaba. On va prendre le lion. فيغ بوم النمره 34 كي تلاحظوا. ها هو غادي نلونو هنايا عندي هذا لوريكات ديال يعني النباتات اللي فوق من القصبه، لان الناس كانوا تيديروا بزاف ديال لي بلونت باش كيعطيو واحد المنظر رائع في القصبه ديالهم كي تلاحظوا. فوالا انا غادي نلون هذيك القصبه مزيان بهذه الطريقه هذه، وباش يكون عندي واحد ليفي اللي هو مختلف، هذه اللي هنايا غادي ندير لها شويه ديال لي بايات باش تبان مختلفه مقارنه مع الاخرين. هادو غادي نخليهم اي سامبل عاديين هكا بالاخضر، والاخرين غادي ندير لهم البايات باش يكونوا مختلفين شويه على بعضياتهم، يجيب ديكور زوين بزاف. تلاحظوا غادي ناخذ دابا اللون الاصفر الجون هو اللي غادي ناخذ باش ناخذ. انا فقط غادي ندير ليه شويه ديال اللون الاصفر باش يعطيني غير باش نلصق لي بايات ديالي. فوالا ومن بعد غادي ندير اللون، ندير اللون الاخضر ديالي ونلصقو على بشويه هاديا. فوالا هو باقي عندي هنا واحد شويه. فوالا هذا كافي. ها هو غادي نلصق به لي بلونت ديالي بهاد الطريقه هادي. دابا غادي نلصقو لي بايت، يعني باقي ما غاديش ندير اللون ديالي. اللون ديالي غادي يكون الاخضر هنايا باش يبان هذاك لي في، وهاد شويه غادي نعاود نديرو هنايا باش ما نضيعش فيه. فوالا غادي نحاول ان ندير هذا، غادي يجي مغلوق والاخر غادي يجي باهت، باش هكا يكون عندنا واحد لي في مختلف في القصبه ديالنا وتعطي واحد المنظر رائع جدا. وغادي نلونو بطبيعة الحال هاد القصبات اللي عندنا هنايا، غتشوفوا كيفاش. وحنا غاديين مع بعضياتنا حتى نكملوا ليفي كامل. بالنسبه للون اللي غادي ناخد، انا غادي ناخد هاد اللون ديال 014 اللي هو اصفر. ها انتما كتلاحظوا يلو لو جون. الوغ جو في بروندر سيت كولور كي هي لو جون يلو، فوالا نيميرو 014. Et je vais peindre ici la cassava et je vais mettre de la paillette, voilà, pour qu'elle donne un effet décoratif. Voilà.
تشوفوا معايا الطريقه كيفاش. اول حاجه غادي نديرها هي غادي نديبوزي لي بايات. علاش؟ باش يبان ليا داك لي في مختلف. انا بيت هنايا يكون عندي مغلوق وهنا يكون عندي باهت. الوغ جو فيك سيت بارتي سوا فونسي اي سيت بارتي كيل سوا كلير. الوغ جو في ميتر لي بايات ايسي بور كيل دون لي في بلو كلير بارابور ا سو مور لا. غادي ناخد اول حاجه الفيتراي ديالي. هذا فقط انا ماشي تنصبغ غير كان باش نحط هذا البريون ديالي. الو جو ديبوز سامبلومون لا بينتور دو فيتراي جوست بور كولي ما مي بايت. فوالا فوالا. اي ايسي اوسي هاد لي مور كاملين اللي هنايا جاوا في هاد الواجهه هما اللي غادي نديرهم ندير فيهم هادوك البريون باش يبان باش ما تلنش في ليش الصباغة. غادي نمشي بطرف بطرف بارتي بارتي كي تلاحظوا. فوالا غنحاول نمشي بارتي بارتي باش تشوفوا كلشي. نوريكم هاد لابارتي والاخرى غادي نكملها فوالا باش ما نضيعوش الوقت. فوالا هانتوما بحال الطريقة هادي. نحطو اون دوزاج جينيرو في هذا ديال لي بايات باش يلصق مزيان بيتو عليه يبان 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 مزيان. وفوق منو عاد غادي نديرو اللون. دابا هذا هي باش يعطي داك لي في ديال الكلير و لي في ديال لو سومبر باش يجي سومبر شي يجي كلير. وهذاك خصو يبان لينا بهاد الاشعه ديال لي بايات. غتشوفوا الطريقه غتجيكم زوينه بزاف وسهله. انا تنوري لكم الاشياء اللي بسيطه اللي ممكن اي واحد يديرها. الوغ جو دون دي تكنيك كو تو الموند بو فير كوم سا تو الموند بو لو فير شي لوي. هنا غادي خصني شويه ديال الصباغه باش يشد ليا هادشي ما شادش. فوالا الا شتوها ما لاصقاش نزيدو شويه ديال لي بايات اولا نزيدو الصباغه. ماشي مهم ان كلشي لي بارتي يكون فيهم يعني هذا لي بايات. ني با امبورطون كو توت لي بارتي اي les paillettes. Nous on veut simplement l'effet d'éclairage. On a bien avec l'effet de l'eau ni ben les de faire tout ben avec plus clair ou la chose plus foncé que la chose. Voilà, bata les paillettes. On a un cumul ou la cave est chauffée. Nettoyage ni rien. فوالا هانتوما كي تلاحظوا هاني كنديبوزي لي بايات. فوالا يعني بهاد الطريقة هادي وكنمشي معاها بشوي 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 بشوي. فوالا كنستعمل بزاف انا الأصابع ديالي واخا كلهم تيتسخو ليا ماشي مشكل. يفو يمي لاغ ديالو كل واحد تيبغي لاغ ديالو. جيم ميتر لا ما على بات دونك جو مي مي دوا ديريكتومون. فوالا alors j'essaie de mettre dans tous les parties de mon tableau. Voilà l'effet inchallah radi kon ra'i jiddan dial qasaba. Tchoufou anna radi nbeddel liha l'effet bach yban anna blasa clair ou blasa foncé bach tji zwina bzaf natija nihaïa. Tlahdou maya kifash radi tji zwina bzaf. غنحاول ندير هنايا لان درت فيه الصباغه. كي قلت لكم هاد لابارتي كامله خصها تجي كلير وهاديك لابارتي الاخرى تجي فونسي. حنا كنخدمو على الكلير فونسي باش تا في الكادر ديالنا دائما كنحتارمو لي تكنيك ديال الرسم.
حيت كوميم حنا كنديرو الرسم على الزجاج، يعني حنا راه كنرسمو اولا، مي الماده اللي كنرسمو عليها هي الزجاج فوالا، اولا المرايات، يعني نفس كل شيء جاج. هذه هي الخدمه ديالو، هذه طريقتي انا، يعني غتشوفوا طرق اخرى كاينين في الانترنت، مي الطريقه هذه انا متاكده انكم تتشوفوها عندي هنا، انا ما كاينش في الفيتراي اللي عادي عند الناس، كلشي كيجي بشي تصويره وكيلصقها وكيرسم عليها، انا كندير الرسومات ديالي وكندير الطريقه ديالتي اللي خبطها كرت راسي، جاني فكره وكنت طبقتها وكانت عجبتني وبقيت نطورها، يعني بديت نستعمل المواد، بقيت نخلط بزاف ديال الحوايج حتى لقيت الطريقه اللي ممتازه، يعني كنشاركها معكم، نتمنى ان شاء الله حتى نتوما ديروها في البيوت ديالكم لي زاتولي ديالكم. انا فوالا، انا بالنسبه لي هنايا هاني ها لي في الاخراني غادي نوري لكم، فوالا هيا ها هو لي في شتوه، يعني غادي يجي رائع جدا ملي غادي نصبغوه، عطينا واحد الديكور زوين بزاف باش يعطينا داك لي في ديال لو كلير اي سومبر. حنا غادي نكملو التلوين ديالنا وغادي نتلاقاو باش نشوفو النتيجة الاخرى. كي تلاحظو ها هو الطابلو ديالي، انا راه هذا درت فيه لي بايت، كتلاحظو ها هو الجهة الاخرى غادي يبان ليكم اكثر، ها هو الطابلو ديالي، القصبة ديالي هاهي بدات تكتمل كي تلاحظو، داك لي في اللي قلت لكم قبيله ان هذا تيجي مغلوق مقارنه مع الاخر تيجي فونسي. هاو انا غادي نكمل دابا، بقى ليا السماء غادي نخدموها مع بعضياتنا باش تشوفوا كيفاش الطريقه، وديك الساعه غادي نكملوا الطابلو ديالنا، هيجي رائع جدا. هاو كي تلاحظوا دابا ان كاع لي بارتي ديالي عاودت لهم الصباغه باش يبان، ما يبانش البلايص اللي يعني بحال فيهم ثقوب، ها هما ضروري خص دائما نعاودو نرجعو للطابلو ديالنا ونصحو الا كاين شي خطا ولا كاين شي مشكل نعاودو نصايبوه. ها هو كي تلاحظوا انا من زويناتو، دابا غادي نصايبو كي قلت لكم لو سيل، ها هما يتاكلو مجروحين ماشي مشكل. دونك انا دابا غادي نخدمو على السماء اللي غتكون عندنا الزرقيه هنايا الفوق، نحاولوا اننا نديروا لون اللي هو يناسب هنايا السما ديالنا، نستعمل لي بايت اللي هما شيبيين بهذا اللون، هذا اللون السماوي ديال السماء. الو جو في يوتيليزي لي بايت بلو سييل بور كو سا دون ان افي ديكوراتيف. الو غير كيفاش غادي نخدموا هنايا لي بايت تاعنا شيبيين باش نديرو السماء. الوغ ici je vais vous montrer comment on va mettre les paillettes bleu ciel pour mettre le décor l'effet de du ciel. الوغ عندي هنا غادي ناخد هاد اللون اللي هو نيت بلو سييل، كي تشوفو بلو سييل، حيت كاين انواع ديال الزرقين، الزرق كاين هاد اللون هذا اللي كيتسمى كوباي بلو، بلو كوبالت، ازور كوبالت، وكاين هذا اللون ديال الفيتراي بلو تركواز، تركواز بلو. هاو كي تلاحظوا دونك حنا غادي ناخذوا هذا مغلوق بزاف، غادي ناخذوا هذا الكلير باش يعطينا لي في بانو هذوك لي بايت. اول حاجه غادي ندير هو غادي ندير شويه ديال هاد اللون الازرق ديالي، نحاول انني نديرو خفيف باش يبانو لي بايت ديالي. الوغ جو في ميتر ان تو بيتي بو بور كو لي بايت بيس سو فوار دون مون طابلو اي سا فا دوني ان افي ديكوراتيف تري بو. فوالا
Alors regardez, voilà, j'ai mis ma peinture du vitrail. Kendiro sbarat le vitrail. Mouraha, غادي نديرو هادوك لي بايت تاعنا. نحاولوا اننا نوزعوهم على كامل الفقر هذا البلايص اللي فيهم هذاك لو بلو سيال ديالنا باش يبان مزيان ونكونوا شوية نديرو بزاف ما نكونوش بخالين، يعني نديرو بزاف ديال لي بايات باش يبان لافي ديالو زوين بزاف في الديكور ديالنا. فوالا ملي غادي نكملو غادي نديرو بحال هاد الشكل، يبقى رائع جدا. فوالا راه هاد لي بايات كيزيدو واحد المنظر زوين في لي طابلو ديال الفيتراي. انا بعدا تعجبوني، كنخدم انا بزاف على tout ce qui est paillettes. Je travaille beaucoup avec les paillettes. Tu vois avec le sombre obscur sur les tableaux. Donc maintenant je vais le mettre. Maintenant je vais vous montrer des tableaux qui sont simples ou simples. Je vous montre simplement les tableaux qui sont simples, très faciles à réaliser. Voilà. Et vous pouvez faire ce que vous voulez comme idée. Hawa d'abord maintenant ندورو باش تشوفو هذا كيفاش كيجي رائع جدا. ها هو ملي كينشف كيجي الديكور ولا اجمل. كي قلت لكم دابا حنا درنا ها لصقناهم ينشف واحد شويه عاد غادي نزيدو اللون ديالهم باش يبانو. بالنسبه للقصبه ديالنا كيبشتو ها هي راه تقريبا اكتملت. اللي بقى لينا هو هاد البلاصه هادي غادي نديرو فيها شويه ديال الربيع باش يبان جميل جدا. حتى هو غادي تشوفوا معايا نديرو فيه لي بايت في الخضر باش يبان زوين بزاف. هناخد الفيرطوم ها هو النمره 34 نديروها تماك باش تكون عندنا الربيع. القصبات كي تعرفوا هما تيكون حداهم النخل، فانا مبقاش ليا فين نرسم النخله، يعني غادي نكتفي انني غادي ندير شويه ديال الربيع فهاد البلاصه هادي فقط. يبان زوين و فيه واحد الديكور زوين. ها الاخضر ديالي غادي ندير هاد الخضر اللي شويه كليغ، لان هنايا درت ديجا الفونسي. نحاول ندير هنايا نبدل اللون، ندير هاد الكليغ هنايا كتلاحظوا ها هو باش يبان لكم. فوالا هاد الفيغ كليغ يجي زوين تا هو يعطي واحد ليفي ديكوراتيف لي هو زوين بزاف. منديروش هنايا، هنايا نديرو شوية منكتروش فوالا باش عطينا داك ليفي ديال سومبر اوبسكور تا هو في ليفي ديالنا. هانتوما كي تلاحظو هاهو جا داك لو سومبر اوبسكور باش يعطي واحد ديكور لي هو جميل جدا. كي قلت لكم دابا غادي نرجعو لو سيال ديالنا باش نديرو فيه الصباغه باش ينشف لينا ويعطي اللون، باش يكون اللون ديالنا بلو يبان مزيان كي تلاحظوا. ها هو بحال هاد الطريقه هادي ندير النقيطه ديالي ونجر كامل السهوله.
لو سيل يبان ليا زراق جميل جدا. دابا هذا اللون ديالي غادي يكتمل وغادي يعطي واحد المنظر رائع جدا كما تلاحظوا. هذه الطريقه هذه ديال الرسم على الزجاج راه جميله وكتعطي واحد ليفي زوين واحد الديكور رائع جدا. هاهو بهذه الطريقة هذه غادي ندور على كاع لي باختي ديالي بهذه الطريقة باش اللون ديالي يبان مزيان ديال لو سيال في الطابلو ديالي. ملي غادي نشوف غتشوفوا النتيجة غتبان رائعة جدا. كده تلاحظوا هنا استعملت الشيبي ومرة كندير اللون مغموق مرة كنديرو كليخ على حسب باش يكون هناك تنوع على حسب الذوق ديالكم. فوالا الصباغة ديما نديروها في الجنب علاش لان تتجمع وتتخلي الفراغات. الوغ يفو توجور ميتر بوكو دو بانتور سورتو دون لي كوتي باسكو quand elle sèche, elle laisse des comme des trous blancs. Moi, je ne veux pas de ces trous-là. Il faut bien déposer les paillettes et la peinture de vitrail. Alors, maintenant, je vais vous montrer le résultat. Il me reste juste ici. Je vais mettre le verre. Je vais mettre un petit peu de verre. Voilà, que t'as l'air donc, un tout moins. نعاود ندير اللون ديالي الاخضر. انا درت فقط هذوك لي بايت باش يعطوني واحد ليفي. جي مي دي بايت فيرت ici et maintenant je dépose les couleurs. Comme vous voyez c'est beau, c'est très joli, ça donne un effet décoratif très beau. Voilà, c'est très joli. Voilà. Donc, j'espère que mon tableau qui vient de s'achever vous a plu. Et j'espère que vous allez vous abonner et liker mes vidéos. Je vous promets de faire autre chose prochainement. D'autres idées. Voilà. دابا انتهينا من العمل ديالنا. غادي نشوفوا النتيجه النهائيه ونتمنى انها تعجبكم وتابوناو وتلايكيو لي فيديو ديال الاذاعه ديال نور الجبار. ها هو كي تلاحظوا القصبه ديالتي ها هي كي تلاحظوا ما اروعها جميله جدا. فوالا فوالا ici c'est ma cassava. Regardez العمل ديالنا ها هو كامل كي تلاحظوا. طبعا ها هو القصبة ديالنا فوالا مكاسما اتاشيفي. فوالا ها هي القصبة ديالي كي تلاحظوا فيها واحد الديكور رائع جدا. كي قلت لكم دوك لي زيفي ديال لا لوميير مع لي بايات كيجيو زوينين بزاف. فوالا دونك سا دون ان ايفي ديكوراتيف تري بو. Voilà, ça c'est la cassava. Comme vous voyez, on met la paillette, les paillettes, pour qu'elles puissent nous donner un effet décoratif très varié. Voilà. Le tableau est achevé. Mon tableau est achevé, j'espère que ça vous plaît. Et que vous allez faire un autre ou mieux que lui. Voilà. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne. ما تنساوش تشاركوا وتابوناو في الإذاعة ديالتي.